مبارك لبقية الله في العالمين، صاحب العصر والزمان، عجل الله فرجه الشريف ولجميع المؤمنين والمؤمنات بمناسبة نبي الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم في الآية الثانية من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا قرأ القرآن عندك فقد وجب عليك الاستماع والإنصات. نبدأ هذا الحفل بتلاوة القرآن الكريم والقارئ حسين داود، فاستقبلوه بالصلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. وفقك الله في تلاوة القرآن الكريم. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو يصور أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
كان أجود الناس كفاً وأجرأ الناس صدراً وأصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه. لم أر مثله قبله ولا بعده. أحب الصائم ربه ويصلي، وأحب أن دوم أوصله ويصلي، وأحب الرفع صوته ويصلي على الهادي وعترة الهاشمية صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبحر معكم بين إبداعات الشعراء، حيث سيقدم محمد هادي العريبي بعضا مما كتبوه في مديح نبينا محمد صلى الله عليه وآله. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئكم بميلاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمدا، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه، هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاقا وسار جميل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول، هذا لكل العالمين رسول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر محمد هادي العريبي، ونكمل مع ختام الحفل مع عمار حسين العريبي ليمتعنا بالمدائح المحمدية والمولد الشريف. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بعشق محمد وضياء علوي ونور فاطمي، نبارك لكم مولد النبي الأكرم وحفيده الإمام الصادق عليهم السلام، وكل عام وأنتم بخير. أهل بيت طهروا من دنس وهم للخلق أسباب النجاة،
رؤساء الدين أقطاب الهدى، ولهم في الحشر أسمى الدرجات. فإذا ما ذكروا في مجلس كانت الأملاك فيه نازلات، وليمحى كل ذنب عندنا، ارفعوا أصواتكم بالصلوات. اللهم صل على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على قال: فلما دخلت آمنة في الشهر التاسع وبلغت العدة التي أرادها الله تعالى وليس فيها أثر ولا وجع، وكانت منفردة بدارها، إذ سمعت ضجة ووجبة عظيمة ففزعت منها، وإذا قد نزل عليها طير أبيض ومسح بجناحيه على بطنها فزال عنها ما كانت تجده من الخوف. فبينما هي كذلك، إذ دخل عليها نساء طوال يفوح منهن روائح المسك الأذفر والند والعنبار، وقد تقمصن بأطمار من العبقري الأحمر، وبأياديهن أكواب من البلور الأبيض، وقالوا لها: اشربي من هذا، اشربي من هذا ليزول عنك ما تجدين. فشربت منه آمنة، ثم قالت: لما شربته أضاء من وجهي نورا ساطعا، فجعلت أقول: من أين دخلن علي هؤلاء النسوة؟ وكنت قد أغلقت الباب على نفسي، وجعلت أنظر إليهن فلم أعرفهم. ثم قالن لي: يا آمنة ابشري بسيد الأولين والآخرين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الإله وكل عبد صالح، الطيبون على السراج الواضح، زين الأنام المجتبى علم الهدى، الصادق البر التقي الناصح، المصطفى خير الأنام محمد، الطاهر العلم النبي الراجح. صلى عليه الله ما هب الصبا، وتجاوبت ورق الحمام الناجح. أفضل الصلاة والسلام عليك يا الله محمد وآل محمد. صلوات صل على محمد علي ابن أبي طالب، صلوات صلبي على فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، صلوات ربي عليهم من العابدين، صلوات أئمة المعصومين، صلوات ربي عليهم. قالت آمنة، ثم قال: إن هذا محمد مصباح الأرضين. ثم خرجنا عني، وإذا أنا بثوب من الديباج قد نشر ما بين السماء والأرض، وقائل يقول: خذوه وغيبوه عن أعين الناظرين، فإنه رسول رب العالمين. قالت آمنة، فأخذني الفزع والجزع وأنا أنظر إلى خفقات أجنحة الملائكة. يا مستمعين النظام، استعدوا للقيام وتسبيحها وتقديسها، وأطيار مختلفة الألوان حمر المناقير
قالت آمنا. فبينما أنا متعجبة من ذلك ومما رأيت منهم، إذ وضعت بولدي محمد أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلى على محمد علي بن أبي طالب، صلوات ربي على فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، صلوات ربي زين العابدين، صلوات ربي على محمد الباقر، صلوات ربي جعفر الصادق، صلوات ربي على موسى الكاظم، صلوات ربي علي ابن موسى الرضا، صلوات ربي على محمد الجواد، صلوات ربي على علي ابن أبي، صلوات ربي على الحسين والعسكري، صلوات رب صاحب العصر والزمان، إلهي عجل فرج صاحب العصر والزمان، وكل بياض بيض الله وجه والحاضرين، والمستمعين والمشاهدين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. نختم حفلنا أيها المشاهدون الأعزاء بوصية تحثنا على الاجتهاد في طلب العلم عن الإمام الصادق عليه السلام. إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء في مداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. وصلنا إلى ختام هذا الاحتفال المبارك، وأفضل ما نختم به هو الصلاة على محمد وآل محمد.